واذكر ربك إذا نسيت، هل يجوز ذكر الله إذا نسيت شيئا أو الصلاة على النبي كما يفعل البعض؟ لا، المقصود واذكر ربك إذا نسيت يعني في حياتك عامة، وليس الإنسان إذا نسي شيئا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يتذكر هذا الشيء، وإن كان لا بأس أن الإنسان يذكر الله إذا نسي شيئا، لكن المقصود واذكر ربك إذا نسيت أي فليكن الله دائما على ذكرك. وإذاك لما سئل ابن مسعود عن التقوى قال أن تذكر الله فلا تذكر الله فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تجحده. فهذا المقصود ذكر الله تبارك وتعالى، أن يكون أمام عينيك دائما. نعم.